عديل. سمعت واحد المنصه سميتها اكان.ايما تمويل تكوين، شفت لي شنو هي؟ عافاك، هي منصه ديال التمويل التعاوني. شنو معنى التمويل التعاوني؟ معناتها اصحاب مشاريع كيجيو للمنصه وهي بحال سوق مفتوحه للعموم، كيدخلوا لها الممولين اللي غادي يساهموا مع هذاك المشروع الى هذاك المشروع عجبهم، وبالتالي باش يمكن لك انت تقنع كصاحب مشروع هذاك الممول اللي كي هذاك المشروع ديالك كي بالنسبه ليه هو مشروع اللي كيعجبو، خاصك انت تقنعو. وباش يمكن لك تقنعو دايرين الفئه الاخرى، النوع الثالث اللي هما الخبراء. هاد الخبراء دابا عندي مشروع، نجي للبلاتفورم سيت ويب نحلو، تحل اكان بوينما وغادي تتبع داكشي اللي غيكون مطلوب منك، وتعرفنا على راسك شكون المشروع. لا كلشي ندخل ما عندك ما تخلص. اوكي، وهذوك اللي غادي شكون غادي اللي يعطيني فلوس؟ قلتي لي كان يعطي الناس فلوس شي بنكات ولا شنو؟ لا لا، حنا منصه اللي كدير لا ديزانترميدياسيون، يعني ما كاينش وسيط ما بينك وما بين المدخر المباشر اللي هو غيعطي فلوس مباشره عندك انت مباشره. ما كاينش الوسيط، كاين شي دعم اخر اللي انا قلتي لي. بطبيعه الحال كاين واحد الدعم مهم جدا، لانه انت صاحب مشروع ماشي بالضروره عارف شنو خصك دير. عندنا واحد مجموعه من الخبراء اللي مسجلين عندنا، وهاد الخبراء كيجيو من طبيعه الحال، لان حنا اللي كنعطيوهم طريقه باش يدخلوا، وكنختاروهم على اساس الخبره اللي عندهم والاختيارات اللي عندهم في الخبرات ديالهم، باش يكون تناسق ما بين الهدف ديالك اللي هو المشروع اللي غادي تبغي تدخل، وهاد الخبير اللي عنده واحد الخبره اللي غادي ينصحك بها باش انت ما تبقاش تالف. وإذا كان عندي مشروع معرض ديال بغيت ندير زيت العود، ولا بغيت ندير ستارت اب، ولا بغيت ندير ليكوتوريزم في شي بلاصه، عندي الحق نجي زعما. اي مشروع، اي مشروع كيف ما كان نوعه ممكن يجي المنصه. كاينين ثلاثه طرق ديال التمويل ديال هاد الطريقه ديال هاد المشاريع. كاين اما المنح، يعطيك فلوس مباشره بلا حتى شي حاجه، لان المشروع كيشكل له شي حاجه اللي كتعجبو. ونعطيك مثال، مثلا عندك واحد الجماعه ما عندهمش البير، البنات كيمشيو 3 4 كيلومتر وكتمشي للمدرسه، وما والتمدرس كيضعف من اجل باش يجيبوا الماء. انت عندك مشروع باش تحفر لهم بير، وغادي تحط من جيبك شي حاجه، ولكن ما عندكش الفلوس كاملين باش دير هذاك المشروع. كتقول الناس يجي كيتعجبوا الفكره بانه البنات غادي يبداو يمشيو للمدرسه حيت درتي لهم هذاك البير. اذا الفكره ديالك غتعجب واحد المجموعه من الناس اللي غادي يبغيو يساهموا بدون اي مقابل. خديت الفلوس باش درت بهم حاجه شرعه، صعيب باش دير هذه الطريقه، لان عندنا حنا واحد سكون ابل كي واي سي اللي كنعرفوك به شكون انت، واي حاجه درتيها كنعرفوها في المنصه. عندي واحد الملزمات ماشي غير اجي وهذا. عندك التزامات كيف ما عندك حقوق. هاد الالتزامات اللي كتلتزم بها كتشكل على ثلاثه ديال الاشكال. الشكل الاول هو انت بصفتك حامل مشروع كيخصك تعرف بالمشروع ديالك عند الناس ديالك اولا، يعني في لي ريزو سوسيو ديالك انت. ثانيا كاين هادوك الناس اللي كيشوفوك في المنصه كيعرفوك بطريقه باش انت كتعامل معاهم، كيعطيوك ان لايك ولا كيديروك ان دي لايك. الا مشيتي تدرتي شي حاجه قبيحه مع هاد الناس من طبيعه الحال غيديروك دي لايك، حتى واحد ما غيبقى يعرفك. البير منين تصوبو خصني نجيب شي تصاور، خصني نمشي نبيع، خصني نعطي واحد الحجه باش بانه خاصك انت. اي واحد كيبيع شي حاجه خصو يبيعها بطريقه اللي غادي تعجب الناس اللي كيعجبو اللي بغاو هذاك المشروع. وهادشي دابا خدام، كلشي خدام. دابا يمكن نحلو نحطو المشاريع. تدخل اكان.ايما وغادي تتبع المسطره اللي مطلوبه منك، وغادي تصور وغادي تعطي التصاور ديالك ولا لي فيديو ديالك، وغادي تشرح داكشي كله. ويلا ما قدرتيش تكمل كاين اللي يعاون. دابا الا كنت انا ان كوبيراتيف تخدم مع مشاريع اخرى مع سميتو، كيفاش يمكن لي نخدم مع الوغ؟ الا كانوا عندك مشروع مثلا من هذا الحجم ديال ان كوبيراتيف، انت دونك انت عارف شنو هما البرامج اللي غادي تطبق. باغي مثلا في الاطار ديال الجمعيه ديالك تدير مثلا تابع مشاريع اللي مختصين في الفلاحه مثلا. دونك اذا انت عارف شكون هما هاد الناس ديالك، عارفهم غادي تجيبهم، وعندي كيفاش لا جيستيون. اولا كاين طريقه باش تدخل، وثانيا كتتصل بنا وحنا كنعطيوك جميع الطرق باش انت تدخل المشروع. يمكنهم يعاونوهم من طبيعه الحال، لانه هذاك صاحب المشروع جاء عن طريق مباشر
اكان بوينما او جا عن طريق برنامج هو دائما اللي يلعبوا داك تيمكن يجيب لي زيكسبير ديالي وناخذ لي زيكسبير ديالك ديال بطبيعه الحال وهذوك اللي تيمولوا تيمكنوا يمولوا داك المشاريع ديالك يمول المشروع لانه المشروع سهل وكيعجبهم وكيقول بالنسبه لهم كيعطيهم افكار واضحه وماذا برافو عليك من حيث الحكم على غوفيرنونس دابا هادشي اللي فسرتي 1 تو 1 الا كانت مثلا مجموعه ديال التعاونيات مجموعه في اطار مشروع موحد فيها 8 او 6 او 7 او 10 برئاسه واحد المنسق وهذا اللي قلت ديال كيسول عند بدا لانه العلاقه اللي كتكون ما بين حامل مشروع ديال الجمعيه كتكون منظمه والحكمه ديالها كتكون رابطه هو بالناس ديالو اذا الا ما كانتش حكمه بيناتهم ما غيدخلوش المنصه لان من الوثائق اللي كنطلبوا كنقولوا عطيونا لي ستاتيو ديالكم وعطيونا باش نتوما جمعيه وبصفتك اش منسق وكتعطينا الوكاله اللي عندك من طرف المنتدب باش ملي كنعرفوك انت هو كنتعاملوا معك انت وانت اللي كتكون عندك المسؤوليه المباشره مع الجمعيه الاخرى يكون عندك في البلاتفورم اللي تيخصك كله بور جيري هذوك لي بروجي لان عندك انت واحد هما عندهم واحد لا فيزيون على المشروع ديالهم وانت عندك اون فيزيون عندك بروغرام كامل شكون اللي دار هادي وشكون اللي سميتو كل واحد التتبع ديال واحد مضبوط التتبعتيني هنا بالنسبه للتتبع لانه سولتيني واحد السؤال مهم قبيله على واش غتقدر تاخذ الفلوس وتمشي كاين واحد الالتزام كبير انه خاصك تعطي واحد الكالندريي وتشرح فيه شنو هما الاخبارات اللي غتعطي للناس اللي ساهموا معك هاد البرنامج مؤرخ بتواريخ محدده الا ما احترمتيهش هادوك الناس ديالك ما غاديش يبقاو يرجعوا عندك لان غتعاود تحتاج فلوس غتحتاج فلوس وغترجع ما غتسيبهمش اذا واخا تكون نيتك سيئه مباشره غادي الناس ما غيبغيوكش شكرا اذا كل شيء كيعتمد على الثقه وهذه الثقه هي اللي مهمه في الموضوع كله لان انت كدير الثقه في الناس وكتشرح لهم المشروع ديالك كيف الناس كيديروا فيك الثقه وكيمولوك دابا هذا الشيء جديد هذا الشيء عاد شيء جديد حتى حاجه ما كانت قبل وهذا الشيء كله منظم بطريقه تشريعيه لان كاين نصوص قانونيه هي اللي نظمت هذا 15 18 15 18 اللي هي نظمته وكاين الدوريات ديال والي بنك المغرب وديال الهيئه المغربيه للسوق الرساميل اللي قننوا هذا الشيء وخرجوا مجموعه من الدوريات اللي كتنظم هذا عندكم لاغريمون باش تخدم ديال ماشي غير اجي خد زعما الاعتماد دابا اللي بغيت انا بلاتفورم لا ما يمكنلكش تاخذ خاصك لا بدا دوز باعتماد وهذا الاعتماد كيطلب منك مجموعه من الشروط اللي خاص تكون عندك حنا وفرناها